السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الدبل بوكس كلاسب. هو بيستخدم في البريسلت أكتر من النكلس. يلا نشوف إزاي. من الفرونت هعمل اسطوانة 5×10، وهرسم من هنا خط وحركه 2. هستخدم الواير كات بس كيب اول هخليه يس. هخفي الجزء ده وهنيجي هنا ونعمل offset 0.5 من الرايت. هختار بوليجون 4 وهيبقى نهايته مماس للدايرة اللي احنا عملناها offset من شوية. من ورا هعمل extract surface copy yes وحركها 1 و2. بعدين هستخدم الواير كات اغير الاتجاه لإكس لحد السيرفس بالمنظر ده. السيرفس ده هحركه 0.7 وهطلعه بره كده وهعمل منه offset 0.5. بعدين زبلت واكسترود بعدين بوليان ديفرنس، وده المكان اللي هتتركب فيه السلسلة. من فوق هاخد ايزو كيرف بعدين اوفست 0.5 فوق وتحت ومن هنا اوفست 1.2. هرسم ارك ما بينهم وترم واستخدم الواير كات بس المرة دي هخلي كيب اول يس. والجزئين دول هيكونوا هنا كده. الجزء ده خلص. هنيجي من الفرونت وهرسم خط عادل اطول شوية وحركه لفوق 0.25 وهعمل offset 1.1 وoffset تاني 0.7. وبين الخطين هرسم خط بعدين arc
وتراب. هعمل سبلت قبل النهاية بشوية. بعدين أفسد 0.3. وسويبتو. هنعمل اكسترود سيرفس بوث سايد لحد قبل الاخر بشوية علشان يدخل ويخرج بسهولة. ونعمل ميرور هيكون مكانهم هنا. هنيجي من التوب وهصغر ده شوية. بعدين سكيل 1 دي هاجي من هنا وهعمل اكستراكت ايزو كيرف هنا وهنا وبايت. بعدين بوليان ديفرنس ده شكل من الاشكال، ممكن تعمل انت اي شكل انت عايز. ونعمل ميرور ومن هنا هنعمل مكان السلسلة برضو offset 0.5. اكسدروب بوث سايد 0.5 برضو. وبعدين بوليان ديفرنس وكده الجزء ده هيكون لوحده جروب. وده الجزء التاني. في بعض الاشكال بنضيف سيرفس في النص علشان تبقى الحركة محكمة اكتر. وفي اشكال تانية بيحطوا واير وكورة على الجنب مرتين او مرة واحدة زي ما انت حابب تستخدمها. ازاي تعمل الواير والكورة هتلاقينا عملناها في الفيديو ده. وبس كده، وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد، وقولنا رأيك في التعليقات. نحب نكمل في سلسلة الفات ولا نوقف لغاية كده ونشتغل تصميمات شوية؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.